السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، يا رب يا رب، وحياة حبيبك النبي استرها معانا وعدي التهريبة دي على خير يا رب، ما تفضحناش يا كريم يا رب. استغفر الله. حرما يا سي مختار. جمع ان شاء الله يا سموحتي. استغفر الله العظيم يا رب. ايه مالك؟ زعلانه كده ليه؟ ابدا والله، عندي صداع كده وتعبانه شويه. سلامتك. امال انا اعمل ايه؟ انا دماغي هتنفجر من كتر التفكير. كله فيه اللي مكفيه. اخواتي هيجننوني خلاص. واحد متردد والتاني دماغه جزمه. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا اخوي، انت الكبير برضو. كله يهون عشان خاطر الميت مليون دول. لما ييجوا حياتنا هتتغير على الاخر. ازاي يعني؟ يا بت يا بت، ساعتها مش هبقى عايز اخلف منك عيل، هبقى عايز منك فرقة كورة. الله، في ايه يا سماح؟ بتعيطي ليه دلوقتي؟ الله، في حد ضايقك في حاجة؟ مفيش، اصل بعيط عشان ابويا، بيقولوا تعبان قوي في المستشفى. ربنا يريحه. يعني يشفيه ويقومه كده بالسلامة إن شاء الله. اهدي بس حبيبتي، اهدي اهدي اهدي. خبر أبيض. ايه ده يا بت؟ يا بت صدق الله العظيم. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا أم. الله، أنت مش عندك أجازة؟ اتأخرت كده ليه؟ كنت عند جماعة أصحابي كده، بغير جو شوية. وأخبارك إيه بقى اليومين دول؟ الحمد لله. لسه برضو الخنقه دي بتجيلك ومتضايق؟ يعني احسن شويه. الا قول لي يا حبيبي، اخبار صفيه ايه؟ ما اعرفش عنها حاجه من ساعه اخر مره كانت عندك هنا. على فكره بقى، صفيه دي بنت مؤدبه قوي وكامله. هي فعلا مؤدبه. وعروسها لقطه. عندك ليها عريس ولا ايه؟ انت يا حبيبي. انا ازاي يا امي وانا خاطب؟ خلاص تفسخ خطبتك من رشا وتخطب صفية. وانا شخشيخة في ايديكي ولا ايه؟ يا ابني انا عايزة مصلحتك. مصلحتي مع خطيبتي اللي بحبها رشا. خلاص انت حر، انا قلت رأيي وخلاص. بس عايزة اقولك على حاجة، انا من رأيي خد اللي بتحبك مش اللي انت بتحبها، وهتطلع عينيك. مش فاهم، بس انا اللي هتجوزها ولا انتي؟ كده برضو حبيبتي مصممة.